أوباما خلال الحملة الانتخابية قبل ذلك؟ هل ماذا عن الاجتماع والأجواء التي سادت؟ سأكون دقيق أنه ليس لم يكن هناك موظفون في القاعة عندما التقى الرئيس أوباما ورئيس المنتخب على مدى 40 دقيقة، فبالتالي هذا سؤال يمكن أو يجدر أن يطرح على الطرفين. أنا واثق أنهما لم يحلا كل اختلافات بينهما، وانا واثق ايضا انهم سوف لم يحاولوا حل هذه الاختلافات، حاول او سعى ايضا لوضع الاساس لانتقال اساسي من اداره اوباما الى اداره ترامب، فهذه الاداره بتعليمات من رئيس اوباما اعدت لهذه اللحظه ولهذا الاجتماع لجزء من هذا العام، وبطبيعه الحال الخطوه الاولى هي لقاء الرئيس اوباما مع رئيس المنتخب لمناقشة هذا الانتقال على أساس اتفاق، وكان ذلك واضحا بشأن الأولويات التي يضعها كل طرف بشأن الانتقال السلس، ويبدو أن الاجتماع كان أقل حدة كما توقعه البعض. إذن الرئيسان اجتمعا دون موظفين، هذا صحيح، وهناك بعض الموظفين الذين ربما كانوا قريبين من اللقاء. أنا على علم بأن رئيس المنتخب أو الناطقة سيدة سبيس ميكس الناطقة باسم ترامب التقيتها بينما كان رئيس المنتخب يلتقي بالرئيس أوباما، وتدركين أنها عقدت أيضا اجتماع مطول مع بعض أعضاء الفريق الإعلامي، وكذلك عقد لقاء مع كبير موظفي البيت الأبيض. إذن هناك شخصان فقط من فريق الرئيس المنتخب اجتمعنا معهم، وود أن أوضح أن هناك عملية أكثر رسمية، ونتوقع أن هذه العملية سوف تقود الانتقال بين فريق الرئيس أوباما وفريق الرئيس المنتخب خلال الشهرين المتبقيين قبل أداء اليمين، وسيكون هناك لقاءات رسمية لضمان انتقال سلس، والمحادثات اليوم كانت أقل رسمية. ربما نعود إلى هذا الإيجاز الصحفي. أهم شاقة وصعبة ومعقدة هي العملية الانتقالية من إدارة إلى إدارة جديدة، يجب أن يكون هناك تسليم واستلام للملفات الوزارات المختلفة. الانتقال كانت النبرة جيدة وممتازة، أليس كذلك؟ عندما تنظر إلى الخلافات الكبيرة بين الشخصين الرئيسين، وعندما تنظر إلى أنهما لم يقابلا بعضهم البعض من قبل، والأولويات العالية التي يضعها الرئيس حول موضوع الانتقال السلس والفعال، أعتقد أن هذا ما سميه ممتاز. السيد دونالد ترامب قال أن الاجتماع كان من المفروض أن لا يدوم أكثر من 15 دقيقة، هل هذا صحيح؟ ولماذا دام الاجتماع أكثر من هذا؟ الرئيس كان لديه وقت متاح فراغ أكثر من 10 أو 15 دقيقة، لقد أمضي حول 90 دقيقة في الحديث، وهذا مؤشر على جودة وأهمية الاجتماع. يوم أمس قلت أن الرئيس له هواجس بما يتعلق بدونالد ترامب، هل هذا الاجتماع غير موقف الرئيس؟ كما ذكرت بالأمس، الرئيس قام بحملات بشكل كبير دعما للمرشح الذي كان يؤيده أو المرشحة، وفعل ذلك حتى ليلة الانتخاب، ولكن يوم الانتخاب تم إحصاء الأصوات. إذن عودي لكم.